صراحة دونك جميل جدا، سي مانيفيك. انا جو في المهم انا دونك درت جوج مرات دونك لا تور دو موند، التحديات ديالي دونك داوني لالاسكا، داوني للقطب الجنوبي، مشيت في اندونيسيا، ولكن فحال بلادنا ما كاينش، والحمد لله حتى الصحراء ديالنا زوينه بزاف. دونك هذه دونك انا كنت اول مره جيت لطنطان، جيت لقلميم، مشيت للداخله، ولكن اول مره دونك جيت لطنطان، و دونك انا فخور بان حاضر هنا في هذا المهرجان. Alors, c'est la première fois que je dors dans des bivouacs comme cela. La vérité, sont très accueillants, très chaleureux. L'ambiance est magnifique pour se détendre et pour créer des liens donc avec les personnes donc qui sont présentes et aussi donc les gens de Tantan. اللي هو من اجمل الاماكن اللي كاينين في البلاد في طنطان، ودرنا فيه هذا البيفواك في اي بي ديال لي زانفيتي ديال الموسم المقار ديال موسم طنطان. درنا تقريبا واحد 160 خيمه فيهم دوش ديالهم وتواليتات اللي كيكون في لا هوتور ديال هاد الضيوف اللي جايين للموسم، وراه 45 يوم وحنا خدامين في المونتاج ديال هادشي. 45 يوم وحنا في المونتاج باش دير لي فوسيبتيك، باش دير الماء السخون، باش دير بحال عندك فندق خمسة النجوم في 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 الديزير، ما عندك، وخصك تبني لوطيل كله من اتالزيت ديالو في 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 كما كنقولوا في الديزير في الصحراء. والحمد لله بفضل العمال ولي زوفغيي ولي ستاف وكل شيء ديال بيفاك المنور اللي تعاونوا، والحمد لله كتشوفوا دابا الضيوف ديال موريتانيا والضيوف ديال الانترناسيونال، لي فرونسي لي اسبانيول، الحمد لله ما تصورش الفرحه باش فاش كيقولوا لك هذا الشيء راه معتبر، راه ما عمرنا عشنا بحال هاد ليكسبيريونس. حنا داك العيا وداك لا فاتيك كلها اللي دوزنا بوندون 45 يوم ما بقيناش كنحسوا بها. لي زانفيتي سون غافي، وكيتعجبوا باش يدار واحد المخيم واحد البيفواك بهذا الشكل في نول باغ، لا لوجيستيك كي دوموند راه سي با فاسيل، وكلهم سون كونسيون بان سي با فاسيل دو فيغ هاد لا كاليتي اون بلان ديزير اون بلان نول باغ. تو في هاد لا كاليتي اللي هما في الراحه ديالهم، عنده الماتلا بحال 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 لوتيل خمسه النجوم، عنده الدوش، عنده الماء السخون، عنده كل شيء. تبارك الله تبارك الله، كله انا نقدر نقول لك بان لو موند اونتي كله جا الموسم 2004 لهنايا. كان الموسم 2004 كانت اكسيبسيونيل، راه كانوا لي ستار ديال لو موند اونتي، من ايزابيلا جاني، من بزاف نعيا ما نقول لك، راه في بوكو دو موند، وكل عام كيزيدوا شخصيات هما كيبغيو يجيو كيسمعوا بالموسم ديال طنطان، باسكو خدا واحد الصدى عالمي وكل شيء كيبغي يجيو له. جاو الناس بزاف، جاو الناس ديال راك شتي الاماراتيين، القطاريين، جاو السعوديين، جاو لي اسبانيول، لي امريكان، جاو شخصيات من العالم كله جاو للموسم ديال طنطان. لحقيتاش هو الموسم طنطان ولا داير بلاصتو باغمي المهرجانات ديال العالم، انا نقولوها. لا